الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأحبة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذا الدرس الجديد من دروس هدي الرحمن في وقوف القرآن. ونحن في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سأشرح أهم وأبرز الوقوف في الجزء العاشر، والذي يبدأ في سورة الأنفال من الآية 41. بسم الله نبدأ. معنا المصاحف، نفتح صفحة 183 في سورة الأنفال الآية 50. الله عز وجل يقول في هذه الآية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لو سألتكم كلمة كفروا عندكم علامة وقف عليها؟ الجواب ربما يقول البعض لا يوجد، في بعض المصاحف لا يوجد، وفي أكثر المصاحف ستجدون علامة وقف وهي لا. وهذا معناه أنه لا يصح الوقف ها هنا لشدة التعلق اللفظي أي في الإعراب والمعنوي بينها وبين ما بعدها. الله عز وجل يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. هنا في وفاة، في متوفى ومتوفي، في فاعل وفي مفعول، فمن الذي يتوفى الآخر؟ الذين كفروا يتوفون الملائكة أم الملائكة هم الذين يتوفون الذين كفروا؟ الجواب: بل الملائكة هم الذين يتوفون الذين كفروا. إذن لا تفصل بين الفعل وبين الفاعل، هناك تلازم وترابط، الفصل بين المترابطات والمتلازمات لا يجوز. إذن نصل ولا نقف على كفروا، لأننا نفصل بين الذين وهي اسم موصول في محل نصب مفعول به، وبين الملائكة وهي هنا فاعل، فنقرأ الآية هكذا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ونكمل الآية. نفتح الآن أيها الأحبة في سورة الأنفال أيضا في الآية 72، عندنا وقف قبيح على كلمة ونصروا. الآية تبدأ بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا. هنا نركز على إن، هذه حرف توكيد ونصب، لها اسم ولها خبر. الذين هذا اسم موصول في محل نصب اسم إن، فأين الخبر؟ ننتبه للخبر. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. هنا هذا الجزء طويل، فيمكن لكثير منا أن يقف هنا ويبدأ أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا البدء قبيح، لأنه فصل بين إن وبين اسمها من جهة وبين الخبر. إذن عليك أن تواصل ولا تبدأ بكلمة أولئك. عندنا في سورة الأنفال، إذا أردنا أن نصل بينها وبين سورة براءة، سورة براءة أجمع جميع القراء العشرة أنها لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهنا اجتهد العلماء في بيان ذلك. لماذا لم تبدأ سورة براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قيل لأنها تكملة لسورة الأنفال وما ورد فيها من أحكام، وقيل وهو أرجح وأقوى لأنها نزلت بالسيف وبالقوة والشدة والبراءة من الشرك والمشركين وعهودهم، فلا يتناسب معها أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وما فيها من الأمن والأمان. إذا أردنا أن نصل بين آخر الأنفال وبين أول براءة، نتفق لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع. لنا ثلاثة أوجه: الوجه الأول الوصل مع تطبيق حكم القلب، عليم براءة. الوجه الثاني السكت، وهو أن نقف زمنا أقل من زمن الوقف دون نفس. والوجه الثالث وهو أن نقف مع النفس.
قال الشيخ عثمان مراد رحمه الله في السلسبيل الشافي: وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. لو طبقنا سريعا نبدأ بالوصل هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. السكت هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة. مرة أخرى: إن الله بكل شيء عليم، براءة. والوقف سنقف زمن أطول قليلا من السكت مع النفس. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نفتح الآن أيها الأحبة الفضلاء صفحة 193 في الآية 40 في قول ربنا تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآية اختلف المفسرون في عود الضمير المتصل بحرف الجر عليه، هل هو يعود على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وصاحب النبي في الغار، أم يعود على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قرأنا الآية حتى يتضح المعنى ويتضح هذا الخلاف وأثره في الوقف: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا أول وقف جائز. فأنزل الله سكينته عليه. الضمير هنا ونزول السكينة يعود إلى أبي بكر أم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قولين: القول الأول أنه يعود إلى أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى هذه السكينة، فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أبو بكر هو الخائف القلق على النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى الطمأنينة. ومن قال بهذا فإنه يقف على كلمة عليه: فأنزل الله سكينته عليه، أي على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يبدأ: وأيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المؤيد، وأيده بجنود لم تروها، ويكمل. طيب، وهناك رأي آخر وهو الراجح وبه عملت المصاحف، فلم تضع علامة وقف على كلمة عليه، ولو وضعت على القول الأول لوضعنا جيم لوجود الترابط المعنوي ولا يوجد ترابط في اللفظ. عود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وهو أيضا يشمل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك يكون هناك انسجام وتناسق في الضمائر. وابن كثير رحمه الله رجح هذا وغيره من المفسرين، وقال ابن كثير: ولا بأس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحتاج إلى زيادة سكينة وزيادة تثبيت في هذا الموقف. هذه الآية الكريمة ختمه الله عز وجل بقوله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هنا أيها الأحبة الكرام، الوقف على السفلى أفضل وأجمل وأظهر للمعنى. فعندما نقرأ: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثم حدث التفات، هنا تعبير بالجملة الفعلية. لو مشى النسق في الآية على نفس الجملة الفعلية يبقى وجعل كلمة الله أو كلمته هي العليا، لا، هنا حدث التفات، والالتفات هو تغير في مسار الأسلوب، وله صور كثيرة، وهو من أروع الأساليب البلاغية في القرآن الكريم. حدث الالتفات من الجملة الفعلية التي تفيد التغير، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فقد تكون في يوم من الأيام كما في هذه الأيام عليا لظروف ضعف المؤمنين وغير ذلك من الأسباب، ولكن كلمة الله دائما عليا، فلا يناسبها أن يعبر عنها بالجملة الفعلية وجعل كلمته، لأنه لم تكن سفلى، كلمة الله لم تكن سفلى حتى تكون عليا، هي دائما عليا. ولذلك نقف ونبدأ بعد هذا الالتفات: وكلمة الله هي العليا. هذا الالتفات يظهر جمال المعاني القرآنية. أرأيتم كيف إن علم الوقف والابتداء في غاية الأهمية في التدبر وفي الفهم.
نفتح الآن أيها الأحبة الفضلاء في سورة التوبة في صفحة 199 في الآية 79 في قول ربنا تبارك وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. البعض يقف على فيسخرون منهم ويبدأ بقوة وحماس: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا البدء غير صحيح. وإن قلت لماذا؟ قلت لك لأن إسناد السخرية إلى الله عز وجل ونسبتها إلى الله عز وجل لا تصح مطلقا، وهذا أمر يتعلق بالعقيدة. فهذه السخرية كفعل يقع من الله عز وجل إنما يكون لسخرية أحد من المؤمنين أو من دين الله عز وجل، فيكون الجزاء من جنس العمل. ولذلك فأفعال المقابلة كالمكر والمخادعة والسخرية تؤدى معها، فتقرأ هكذا: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فتكون سخرية الله عز وجل جزاء لسخرية هؤلاء من المؤمنين ومن صدقاتهم، وهذا جزاؤهم. فكما سخر المنافقون من صدقات المؤمنين وجهدهم القليل في سبيل الله، ولكنه جهد مخلص أخلصوا فيه لله عز وجل، فالله يقبله منهم سبحانه وتعالى. نختم هذا اللقاء وهذه الحلقة بهذه القاعدة المهمة في صفحة 200 في الآية 81. الله عز وجل يقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ماذا تجدون على كلمة حرا؟ البعض سيقول عندي ميم وقف لازم، والبعض سيقول أنا عندي جيم، وربما بعضكم يجد صلة وربما البعض وهذا قليل لا يجد علامة، لكن أغلب ما ستجدون هو علامة جيم. هذا الاختلاف في وضع العلامة أيها الأحبة نابع وناشئ عن اختلاف بين الأصوليين في إعمال أو إهمال مفهوم المخالفة. والمخالفة يعني عندما أقول عبارة فإن هذه العبارة لها ظاهر في المعنى ولها مفهوم مخالفة. فإذا قلت لك لا تطع الكاذبين يفهم من هذا أنني أقول لك أطع الصادقين، هذا بمفهوم المخالفة لظاهر لا تطع الكاذبين. فالجمهور يعملون مفهوم المخالفة وغير الجمهور لا يعملونه. لذلك عندما نقرأ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو كانوا يفقهون، لو أعملنا مفهوم المخالفة لو كانوا يفقهون لما فعلوا ذلك، وإن نار جهنم لأشد حرا ولو كانوا يفقهون لنفروا مع النبي ولا جاهدوا معه. ومفهوم المخالفة في حالة عدم فقههم وعلمهم بأن نار جهنم أشد حرا، هنا في حالة عدم علمهم لا تكون. رأيتم الإشكالية؟ الإشكالية في إعمال مفهوم مخالفة. يعني لو كانوا لا يعلمون، لو كانوا لا يفقهون أن نار جهنم أشد حرا، هنا لن تكون أشد حرا، وهذا غير صحيح. فإن نار جهنم أشد حرا فقهوا أو لم يفقهوا. ولذلك من أعمل مفهوم مخالفة أوجب الوقف على حرا وبدأ لو كانوا يعلمون وقدر لها جوابا لنفروا مع النبي ولا جاهدوا ولا خرجوا في الحرب. ولكن وهذا الكلام يؤكده العلامة السجاوندي رحمه الله في كتابه، فيقول لأن جواب لو محذوف، أي لو كانوا يفقهون حرارة النار لما قالوا لا تنفروا في الحر، ولو وصل لفهم أن نار جهنم لا تكون أشد حرا إذا لم يفقهوا ذلك. إذن هو يعمل مفهوم المخالفة، ولكن الجمهور وجمهور من وضعوا العلامات لم يعملوا مفهوم المخالفة، ولعل إهماله أولى. وبهذا أشار كثير من المفسرين كمحمد الطاهر بن عاشور وابن كثير وغير ذلك. ابن كثير مثلا يقول: أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي
هو أضعاف هذا. وغيره من المفسرين أشاروا إلى أن هذا لا يتعلق بعدم فقههم، ولعل وضع جيم يكون أولى ويكون الجواب محذوفا، أي جواب لو، يكون جواب لو محذوفا وتقديره لو كانوا يفقهون لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما قالوا لا تنفروا في الحر. وهذا في كل نهاية آية تنتهي بلو كانوا يعلمون أو إن كانوا يعلمون أو إن كنتم تعلمون أو إن كنتم تعقلون. وإن شاء الله سيأتي نظائر أخرى أجليها لكم في هذا الأمر. ومن أضبط المصاحف في وضع علامات الوقف المصحف الأميري، والذي أشرف عليه فضيلة العلامة الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، وهو من أضبط المصاحف، وبهذا شهد جماعة كبيرة من العلماء، وقد وضع جيم على كلمة حرة وعلى غيرها من المواضع التي تماثلها وتناظرها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.